أنا بشجعهم يرجعوا هنا يعني على فلسطين، لأن إحنا بنمر في ظروف يعني محتاجين أن إحنا نوقف مع بعض، نكون موجودين مع بعض يد واحدة. ما ينسوش فلسطين، ما ينسوش الناس الساكنين في فلسطين، ويتواصلوا دائما مع فلسطين، واللي مستثمر يوجه استثماره لفلسطين. حق العودة الأصل إنه يضل موجود في بالهم، وإنه عودتنا حتمية بإذن الله، تحتاج إلى جهد منهم أيضا بتعريف وإيصال القضية الفلسطينية لعموم المجتمعات الغربية الموجودين فيها. رسالتي إنهم يعودوا لبلادهم ويهتموا فيها، هذا أهم إشي.